الراعي الإعلامي تلفزيون الفجر الجديد. سنتحدث هذه المرة عن السياحة، دور مديرية السياحة في طول كرم في متابعة الوضع التنظيمي والرقابي لهذا المهرجان، كيف بالتأكيد كانت بصمتها في هذا المجال، وكيف ساهمت في رفع القيمة والمكانة لمهرجان الزيتون الأول. مباشرة ينضم إلينا هنا ضيفا في الاستوديو صاحب الابتسامة الجميلة دائما وأبدا، السيد سامي النمر، رئيس قسم المهن السياحية في مديرية السياحة في طول كرم. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير لتلفزيون الفجر الجديد. أهلا وسهلا أستاذ سامي. يعني الحديث هذه المرة عن دور مديرية السياحة بصراحة في تنظيم مثل هذه المهرجانات في طول كرم، لأول مرة يحدث أن نحظى بفرصة عقد مهرجان كبير ضخم على مستوى المحافظة ولربما أيضا على مستوى الوطن بمشاركة من مختلف الجهات. اليوم ما بالفعل الخطوط الأساسية والبصمة التي كانت واضحة بالنسبة لمديرية السياحة في طول كرم؟ صباح الخير لكم جميعا. وزارة السياحة تهتم من خلال المهرجانات، من خلال الفعاليات التي تحدث في الوطن وبالأخص في محافظة طول كرم، هي تعريف المجتمع المحلي والمجتمع في الوطن في جميع المحافظات على الحرف التقليدية والمنتجات الغذائية التراثية. هاي شيء أساسي ومهم عندنا في محافظة طول كرم، إن نظهر هذه الحرف التقليدية الموجودة في المحافظة ومندثرة. فمن خلال المهرجانات، من خلال الفعاليات اللي احنا بنرعاها وبنشارك فيها وبنحاول ندعمها، إن نظهر هذه الفعاليات. نعم. لأنه فعاليات مهمة، الحرف التقليدية مهمة، إن نرد نعاود نحييها لأنها هاي تراث الأجداد، تراث الآباء، لازم ان نحافظ عليها ونهتم فيها وننقلها لابنائنا. نعم. ولا لطلابنا. طب في مثل هكذا مهرجانات سيد سامي، يعني ما الذي توفره بصراحه مديريه السياحه في محافظه طول كرم كي تضمن سيروره المهرجان بشكل ايجابي وناجح خال من اي مشاكل؟ طبعا احنا من خلال وزاره السياحه والاثار نهتم في توعية المجتمع، إن كان محليا وإن كان محافظتيا بشكل جميع لجميع المحافظات، تعريف المجتمع المحلي على المواقع الأثرية وعلى المواقع السياحية واستدامة المواطن واهتمامه في تراثه. فإحنا في الوزارة قمنا بعملية بالمهرجان هاي، أوجدنا ودعمنا الحرف التقليدية وجودها في المهرجان، وأوجدنا أخرى نقطة استعلاماتية عن المواقع الأثرية الموجودة في المحافظة. هذا موجود في البوت تاعنا في الموقع الموجود في المهرجان، حتى نعرف المجتمع المحلي والمجتمع والزائر إن كان من 48 الفلسطيني 48 أو من المحافظات الأخرى عن المواقع السياحية الموجودة في محافظتنا. نعم. هاي استمراريتها من حيث إنه المواطن إن كان موجود في المحافظة أو غيره، إنه استمرارية قدومه لمحافظة طول كرم واشتياقه لمحافظة طول كرم بالقدوم إلها مرة أخرى. نعم. طب بالعادة إذا ما أردنا أن نعود لإحصائيات أو حتى أرقام نذهب إلى وزارة السياحة أو مديرية السياحة، ولكن نحن بالتأكيد نعلم أن لم يحن الوقت بالنسبة لكم أو حتى لم تأخذوا الوقت المناسب لرصد ربما الحضور، ولكن بالنسبة للحضور كيف شاهدتم تفاعل الزوار لمهرجان الزيتون الأول من ناحية سياحية في محافظة طول كرم؟ طبعا من الفترة الأولى بلش عملية قدوم الزوار لمهرجان الزيت عمود البيت في محافظة طول كرم بشكل رائع، بشكل نوعي، وهذا لمسناه إن كان في موقع المهرجان أو في المدينة نفسها، إنه عدد القادمين للمحافظة بشكل عالي وبشكل ملموس، يعني إن كان في الأسواق لاحظنا في إشي ملموس على أرض الواقع، إنه في ناس
في الأسواق، وفي ناس كمان موجودين زائرين موجودين في المهرجان. هذا بيساعد على تعزيز إنه السياحة استمراريتها ودعمها ونهوضها في محافظة طول كرم. نعم. وازدهار وزيادة الاقتصاد في المحافظة. طب إذا أردنا أن نتحدث عن بعض النواقص بصراحة، إنجاز التعبير وبين قوسين لهذه الكلمة، يعني صدقا ما الذي كنا نحن بحاجة إليه في هذا المهرجان، مهرجان الزيتون الأول من قبل السياحة، ولم يكن متوفرا لربما بسبب نقص الإمكانيات المتاحة وليس تقصيرا أو يعني لا سمح الله نقص في الجهود. الهدف الأساسي في الموضوع بالنسبة لعملية التركيز على المحافظات الأخرى بالقدوم لمحافظة طول كرم، حتى إن نعرفهم على محافظة طول كرم، نعرفهم على منتجاتنا إن كانت تراثية وإن كانت غذائية وإن كانت بشكل عام في الصناعات الموجودة عندنا في محافظة طول كرم. هاي لازم تكون موجودة بشكل زخم، لا نعتمد فقط على الـ 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 الأمور الإلكترونية. لازم يكون هناك ذهاب لجميع المحافظات، مشاركة. يعني أنت تفضل أن يكون هنالك الزيارة الشخصية مثلا لدعوة المحافظات الأخرى، أو لربما الإعلان والترويج بشكل لا يقتصر فقط على الأمور التكنولوجية. شيء أكيد، لأنه الأمور التكنولوجية دور فاعل في الوضع الحالي في الوطن، انه الكل صار يستخدم الفيسبوك. صحيح. يستخدم تويتر، يستخدم الامور هاي، ولكن لما تكون موجود العلامة او الساين او الفلاير موجود في المحافظات الاخرى، اي انسان بيشاهد الفلاير هذا فبيساعد على انه وين موجود، كيف بدي اوصل له، شو الاوقات، شو كذا، بصير عملية الحراك. هاي الحراك توصل لمدير المهرجان وبحاول يذلل العقبات لقدوم الزائرين للمحافظة. نعم، اجمالا يعني هذه الملاحظة هامة جدا، وعلى ما يبدو ان الجلسة حجة لحضرتك من خلال التعليقات الجميلة للسيد سامي النمر، وسلامات تصل في هذا الصباح، لأننا نحن في برنامج طلة فجر نركز دائما وأبدا على تعميق الاتصال والتواصل ما بين الجهات المختصة وكافة الضيوف الكرام مع الجمهور المتابعين، فبيقولوا لك يا عمي حتى القاعدة يا حجة. أكيد تحية هذه الابتسامة اللي بننتظرها من الأستاذ سامي، هي طبعا توجيه تحية صباح حجة من صديق البرنامج أبو رامي. بيصبح عليك. الله يصبح عليك. لكن جلسة سياحية جميلة جدا، وأيضا سلام لبلال ولكل الأصدقاء المتابعين دائما وأبدا. إحنا بنتمنى مزيد من النجاح، وفعلا هذه النقاط اللي ذكرتها أستاذ سامي بصراحة في غاية الأهمية، وأن يتم أخذها بعين الاعتبار في الأيام القادمة في مهرجانات قادمة. شيء مهم جدا أخرى كمان، إحنا لاحظناه من خلال زيارة، لاحظتوا امبارح بوجود الأطفال في المهرجان. صحيح. بوجود الأطفال في المهرجان لازم يكون لهم إشي معين في 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 المهرجان، بوت، بوتين، ثلاثة، حتى إنه تجذب هذول الأشخاص. صحيح. إنهم يجوا على المهرجان. أنه اللي بيجذب الأب والأم على المهرجان الطفل، أنا بدي أروح لأنه شاف شيء معين غير الفعالية الموجودة. تمام. لأنه هو جاي على الفعالية مش جاي على المهرجان. أنا بدي أخلي الكل يجي على المهرجان، يعني أنا يعني أجذب وألفت انتباه هذا الطفل من خلال تخصيص بوت معين لهؤلاء الأطفال. للأطفال لما نكون في إشي رسم على الوجه كذا بيقعد هون في يعني بيصير في تفاعل أكثر. صحيح صحيح. يعني ملاحظة جميلة جدا وفي محلها، وبالتأكيد كل التحدي لك أستاذ سامي النمر. شكرا جزيلا لك رئيس قسم المهن السياحية في مديرية السياحة في طول كرم على هذا الحضور وعلى هذه الابتسامة. الله يخليك وبارك. دوام التألق والعطاء.